بسم الله. دلوقتي احنا خلاص خلينا ان الثلاجه تشتغل، شرحنا الريليه وشرحنا الاوفرلود والثلاجه اشتغلت والموتور اشتغل والثلاجه بتبرد. هتفضل تبرد لغايه امتى؟ لغايه ما لا نهايه، ولا لازم تكون في حاجه متحكمه فيها ان الثلاجه حققت درجه التبريد المظبوطه فتقول لك بس كده خلاص؟ فبقى في حاجه اسمها الثرموستات. الثرموستات ده هو المسؤول عن التحكم في درجة الحرارة. الثرموستات ده بيتكون من ايه؟ أول حاجة الثرموستات طرفين 220 لا، احنا قلنا أي حاجة تحكم أو حماية تتوصل توالي. تمام. مش احنا دلوقتي خدنا إن أنت لما كنت بتيجي تشغل موتور، أدي الريلي والأوفرلود، بتدي طرف كهرباء للأوفرلود وطرف كهرباء للريلي؟ أيوه. في مشكلة؟ لا. الثرموستات هو عبارة عن طرفين كأنه مفتاح، فبيتوصل. اتفقنا أي حاجة تحكم أو حماية توصل توالي، فكل اللي بيحصل إيه؟ إن هو بيتوصل الثرموستات توالي مع طرف من أطراف الكهرباء، يحطه عن طريق الأوفرلود، يحطه عن طريق الريلي، مش هتفرق. في مشكلة؟ لا. طيب هو من جوه عبارة عن ايه؟ الثرموستات عبارة عن بلب ماسورة كاملة زي اللي احنا كنا اتكلمنا عليها. البلب ده فيه غاز، الغاز ده فيه انتفاخ، شايف الانتفاخ دوت؟ نرجع لأول يوم في الكورس لما كنا بنتكلم عن حالات المادة والتمدد. لما دلوقتي يحصل يبقى فيه هنا سخونة، السخونة دي هيعمل ايه في الغاز؟ هيتمدد. لما يتمدد مش هيزيد؟ هيخلي الكونتاكت ده يحصل ايه؟ يعلى لفوق، ينتفخ. لما يحصل برودة، فاكر الثلاث قوارير؟ مش كنت قلت لك هنفضل طول فترة الكورس على حالات المادة والمحاضرة نفضل ناخد منها نستعين منها؟ فأنا عندي هنا ادي دلوقتي البلب ده بيكون ملامس لجسم المبكر اللي هو الفريزر. انا دلوقتي اهو لو الجو سخن وهو ملامس مفيش تبريد، مش الغاز هيتمدد؟ ايوه. لما الغاز هيتمدد هيخلي الكونتاكت يوصل. لما يحصل تبريد ايه اللي هيحصل؟ هيحصل انكماش. الغاز هينكمش. لما الغاز هينكمش هيروح الكونتاكت يروح فاصل. تمام؟ يبقى الثرموستات لو احنا جينا اتكلمنا على هو بيتركب من ايه؟ بلب، منفاخ، كونتاكت. نعم؟ ازاي؟ طيب هو مش موصل بالكابيلاري هو؟ الكابيلاري ده؟ لا ده مش كابيلاري. قلنا الحساس ده زي ما احنا كنا قايلين ده اهو. بص بص، شايف انت الانتفاخ ده اللي موجود هنا؟ شايف ده؟ ده في غاز، ده مش كابيلاري اللي هو بتاع الثلاجه بتاع ده الميكانيكيه، ما تخبطش الثاني. شغله زي ماشي. بقول لك ده الخامه بتاعته هو عامل زي الكابيلاري، لكن هو مش المقصود بيه الكابيلاري بتاع ده التبريد الميكانيكي. نعم ماشي. ده هنا اهو، ده في غاز. ايوه. حصل ان في سخونيه بيتمدد، اتنفخ. ايوه. وضعف اتمدد. حصل في بروده، حصل انكماش. في مشكله؟ ادي اهو، شوف وبص هنا هتلاقي، بص هنا اهو، ده الثرموستات فكه، هتلاقي ان الانتفاخ بيعمل ايه؟ بيحرك زي ريشه او حاجه زي كده ويفصل، بص يعمل بيها الكونتاكت. فين بكره الثلاجه دي؟ يا ابني فين الثلاجه؟ حاضر. البخره اللي انت بتعلي وتوطي منها الثرموستات، ما انا عارف ده بكره. طيب فين ده؟ ما هو ده، هو اللي انت بتعلي منه هو ده. ده الثرموستات؟ بس انت بتعمل ايه؟ شو اخترين هندسه وقربينه كده خليه يفصل. ما مش صح، ما احنا لسه هنقوم. خد الثرموستات العميل بيتعامل معاه، عشان سؤالك اللي تقول هو فين الثرموستات؟ مش انت في كل ثلاجه، خليك معايا، في كل ثلاجه بيبقى فيه بقره العميل بيتحكم منها، بتختلف شكلها من جهات، خليك معايا بس.
ماشي، بيختلف شكلها. البقره دي بتبقى هي اللي راكبه على الثرموستات، يعني العميل شايف البقره ده كعميل، انت كفني بتتعامل معاها جوه كثرموستات كناحيه كهربائيه وميكانيكيه والتوصيله بتاعتها. تمام؟ في مشكله؟ لو بصيت على الثلاجه اللي هي موجوده دي وقوم بص عليها، عايز بس الطريق. هي في مكانها كده، ما هي مش مكانها. هاي يا اسامه، هاي يا كل ما شفتش البقره؟ بص يا ما خلاص خلي بص على البقره وتعالى. هي دي صح؟ ايوه هي اللي انت فكيتها دي. ودي؟ خلاص بقى. ودي السلك اللي طالع منه. ما هو ده انا لسه قايله. فضايحكم موجوده في الفيديو كله. يلا. البقره بيبقى موجود عليها 0 1 2 اللي هو البقره بتاعت الثرموستات. بيبقى موجود عليها تدريج. 0 1 2 3 4 في حاجه لغايه 5 في حاجه لغايه 7 ايا كان. ده بيعمل ايه؟ ده التدريج ده اول حاجه 0 يعني انت عملت وضع ايقاف، يعني انت فصلت الكونتاكت. 1 2 3 4 ده انت بتتحكم في مدى قرب وبعد الكونتاكت. يعني تخلي الكونتاكت مسافه قريبه او مسافه بعيده. تمام؟ طيب ده هيفيدني في ايه؟ او هنقول ادي اهو وضع الثرموستات على الزيرو، لما تيجي تلفها هتجيب واحد، لو انت عملتها على واحد هتلاقي مع شويه تبريد هتروح فاصله. طب انت عملتها على اثنين هتلاقي ان الثلاجه جابت درجه البروده اشد شويه، يعني خلتها تشتغل فتره اطول. بعدت الكونتاكت شويه خليت محتاج شويه تبريد اكتر يبقى في البلب عشان يخلي الكونتاكت يفصل. طب خليتها على خمسه خليت التلاجة تشتغل فترة أطول عشان تحقق برودة أشد عشان تخلي الكونتاكت يفصل. وصلت؟ هنا بقى الثرموستاتات من الحاجات نقول إيه الشائكة في السوق. بمعنى إيه؟ يعني الثرموستات المفروض كل ثرموستات ليه درجة فصل ودرجة تشغيل. هتلاقي للاسف برضه بسبب نقص المعلومات اللي احنا موجوده عندنا هتلاقي ان بتجيب الثرموستات في المحلات على حسب اسم الثلاجه. بمعنى المفروض ان الثرموستات علميا هو بيجيب على درجه الحراره انه يفصل قد ايه ويشتغل قد ايه. لاستغلال الشركات، لاستغلال المحلات، لاستغلال المستوردين، ايا كان الكلام، ها لنقص المعلومات لان الفنيين مش عايزين يوصلوا لمعلومات فنيه ايا كان، مش هنرمي الحاجه على حد لوحده. فهتلاقي ان في السوق مقسوم الثرموستات على نوعين، في محلات او في شركات بتنزل الثرموستات بتاعها يقول لك ده ثرموستات كريازي، ده ثرموستات ايديا، ده ثرموستات اريستون، يعني ايا كان بتتباع الثرموستات بموديل التلاجة. تمام؟ وفي ثرموستاتات تانية أو شركات تانية بينزل لك الثرموستات بدرجة الحرارة. فتلاقي على علبة الثرموستات كده جايب لك أرقام. إيه الأرقام دي؟ هنا بيقول لك ورم إن ورم أوت. هنا بيقول لك ورم إن ده درجة تشغيل كام؟ سالب ثلاثة. لا لا موجب ثلاثة. موجب ثلاثة. طيب والورم أوت؟ ورم أوت؟ سالب 15. 15 ونص. طب الكولد ان هيوصل امتى؟ طيب والكولد اوت سالب 25 ونص. ده هنا هجيبها لك بالبلدي. هو هنا بيقول لك ان انت لو جبت الثرموستات على واحد هيفصل عند درجه حراره كام؟ سالب 15. لو جبت الثرموستات على اعلى حاجه وليكن مثلا هنا على 7، يعني جبت الكونتاكت على ابعد حاجه هيفصل عند كام؟ عند سنة 25. يبقى هو هنا الشركة دي جابت لك الثرموستات وقالت لك بص ده يشتغل على أي تلاجة بتشتغل في درجة التبريد بتاعها من كذا لكذا. فهنا اللي فاهم هيعمل إيه؟ هيقيس درجة البرودة ويبتدي يشتغل عليها. جات شركة تاني، تعال شوف هنا أهو. خلاص إحنا عرفنا يعني إيه كولد إن وكولد أوت وورم إن وورم أوت.
هنا بقول لك خلينا هنا كولد اوت. لا بص خلينا في الورم اوت هنا. سالب كام؟ 10 7 7 سالب 10 و7 من 10 والكولد اوت سالب 25 ونص. يعني انت هنا في الثرموستات ده لو انت جبتها على واحد هيجيب لك درجه الفصل كام؟ 10 سالب 10 هيفصل عند سالب 10. لو جبتها على الاخر على سالب 25. وهنا بقى ما يجيش واحد ايه يعني الثرموستات دي لما كنت جايبها على واحد كان بتفصل على كام؟ 15 سالب 15 في درجه السؤال السالب في درجه التبريد بتاعي على سالب 15. هل ينفع تحط الثرموستات ده بتاع سالب 15 مكان الثرموستات ده بتاع سالب 10؟ لو انت عملتها وجبتها على واحد ممكن ما تفصلش. فعشان هنا في الثرموستاتات في لا اما بتبقى عندك المعلومه لا اما بتشتغل زي ما السوق بيشتغل. وللاسف للاسف ان في حاجات كتيره في الاخر بنضطر نشتغل زي السوق ما بيشتغل. عشان اقول لسه هجرب ولسه هعمل فتجيب سيرفر تقول لك ده كرياز 12 ده مش عارف سلتال ده ايجا الاليت فبتجيب السيرفرات بايه؟ بزي ما هو موجود. ما بقولش ان الكلام ده الصح لكن بقول لك السوق انا بقول لك العلم ايه والسوق ماشي ازاي. انت بقى اللي انا بقوله دلوقتي ممكن كمان سنه كمان شهر كمان سنتين يا عالم يكون حد نزل جداول بارقام او السيرموستات كل سيرموستات ليه رقم كودي ويبقى جايب الفصل والتجهيز ده انا اجهز درجه التبريد واعرف ده كله. ما هو لما نخش في يعني لما نخش شويه في الكورس هتلاقي ان في يعني مكان بلب السيرموستات اللي بيتحط فيه البلب ده ما بين كل شركه مختلفه. فالمعلومه لغايه دلوقتي ايه؟ انا بشرحها كده السيرموستات كفكره. لكن لما هنيجي نشتغل في الثلاجه البابين هتلاقي ان الموضوع مختلف، ولما نيجي نشتغل في الثلاجه النفروسه هتلاقي ان الموضوع مختلف. تمام؟ فانت خد المعلومه اللي انا بشرح لك المعلومه دي كسيرموستات ان هما في حاجتين، لا اما بتجيبها بمدان الثلاجه لا اما بتجيبها درجه الفصل والتشغيل. درجه الفصل والتشغيل كده. هو اللي احنا مكتوب على العلم اهو. ايوه لسه موضوع الجاس يعني. ماشي. هنقول ازاي تحط ترمومتر وازاي تحدد الارقام والكلام ده كله حاضر. ايوه. بس المعلومه دلوقتي لو قلت لك دلوقتي كامله هتتلخبط. ماشي. بلب السيرموستات في الثلاجه الباب الواحد ملامس للفريزر يبقى في اوله ولا في اخره؟ البلب بتاع السيرموستات اللي هو البلب اللي احنا عملناه ده يبقى في الاخر. اصل انا لو حطيت البلب في اول الثلاجه مجرد الثلاجه ما هتبتدي تشتغل هتفصل ولسه بقى الثلاجه ما بردتش. فالبلب بيبقى ليه جراب. شوف هنا عملت لك الجراب من تحت هنا عملت لك جراب من الجنب. لما نوقف تصوير هتشوف على الثلاجه ماشي ونشوف تركيبها. بقى الجراب ده هو خاص بايه؟ بالبلب. خاص بالبلب ان يبقى موجود. المفروض ان انت لما تبقى حاطط البلب يبقى جوه الجراب ما تجيش تطلعه بره قوي كده. لان لو طلعته بره قوي كده مش هيبقى ملامس. الجراب ده وظيفته ان هو يبقى ملامس للبلب. أقرة الثرموستات من ضمن الحاجات اللي انت بتتعامل معاها ان أقرة الثرموستات ممكن يكون ليها على حسب الشركة. شايف انت هنا الثرموستات ده شايف ده كأنه نص كده ببطح وشايف ده عامل ازاي الأقرة بتاعته اللي هو موجود هنا اهو سواء ده او سواء ده. فانت برضو لما هتيجي عشان تجيب ثرموستات ما بتبقاش باصص لبس لدرجة التبريد. بص ان التلاجة دي في حاجه اسمها علبه سيرموستات. علبه السيرموستات دي ليها اقرى بشكل معين فلازم تجيب الحاجه. عشان كده بقول لك ايه ان الشركات وفروا عليك كتير وقال لك ده بتاع كريازي. فانت لما هتجيبه هيركب على الثلاجه الكريازي كدرجه تبريد وكتشغيل وكاتجاه اسلاك وكل حاجه. تمام. الترامل في حاجه اسمها ترمل عريض وترمل رفيع. ماشي. شايف الترميلة؟ دي ترميلة رفيعة. نص. ودي ترميلة؟ ممكن تلاقي السيرموستات هو نفس الرقم هو نفس الحاجة لكن في موديل اللي عمل ترميل رفيع وفي موديل اللي عمل ترميل عريض. مش هتفرق شركة، ما احنا قلنا بقى الشركات بتعمل موديلات. لو انت عندك السيرموستات هو وما لقيتش الترميل الرفيع. بجيب ترميل عريض. هات ترميل عريض وركبه. تمام. فالموضوع ايه؟ الموضوع بسيط. في حاجه كمان في طريقه تركيب الثرموستات جوه العلبه. هتلاقي في نوعيات شايف ده بيتثبت بايه؟ بمسمارين. في نوعيات ثانيه بيتثبت بصاموله.
فالشركة المصنعة ريحت دماغها بدل ما انا اعمل ثرموستات بصامولة واعمل ثرموستات بمسامير، راحت عاملة شايف حتة الشريحة دي؟ عملت لك حتة الشريحة دي، انت والله الثرموستات بتاعك هتركبه بمسامير، فك الصامولة وحط الشريحة دي كده اهي، وركب ايه؟ وركب الصامولة كده، بقى الثرموستات بايه؟ تركيب بمسامير. الشركات بتتفنن ان انا اعمل منتج انت تاخده تشتريه على كذا حاجة. يعني دي تركب في البلاستيكات. فريق تثبيت. هنفك التلاجة ونشوف. تمام؟ في بعض الاطراف عشان ما يحصلش معاك لخبطة. في ثرموستاتات دي كده. دي كده كام ترميلة؟ أربعة. لا السلكة اللي فوق دي سلكة أرضي، مالناش دعوة بيها. أنا هنا دلوقتي دي كام كده؟ في كام ترميلة هنا؟ ثلاثة. لا هو أنت لو خدت بالك هتلاقي إن دول الاتنين دول هما طرف واحد. بص هنا. أيوه. هتلاقيهم طرف واحد. زي هنا، هنا دول طرفين أهم، دول طرفين ودول طرفين. برضه الشركة كل شركة لو أنت جيت بصيت هنا أهو هتلاقي إن الطرفين دول لو بصيت كده عليهم هتلاقي النحاسة واحدة. لا أطراف تاني لسه هنتكلم عليه. هات بقى العلبة اللي أنت جبتها من التلاجة، أنت فكيتها؟ لسه أربع طرف. يا عم كل حاجة هنقولها في وقتها. حاسب بس الطلبة اللي انت في شركات، خليك معايا بقى. خلاص سيب الحاجة وخليك معايا. الشركات اللي بتعمل سكر. في شركات بتخليك تتعامل مع التلاجة بنظام سكر، بمعنى شفت العلبة دي؟ دي علبة الثرموستات اهي ماشي، والبقره اهي بالشغل بتاعها تمام. هو هنا عمل لك التوصيله بتاعتك كلها كنظام سوكت. شايف السوكت ده؟ لو انت بصيت في الثلاجه بعد ما انت شلته دي هتلاقي ان في سوكت زي ده قرونتايه. انت لما تشيل العلبه دي كده هتلاقي هنا، شوف دي عشان تفكها، انت كده شلت البقره اهو، هتلاقي الصامولة. مجرد ما فكيت الصامولة ماشي، بص الثرموستات ده الترمر الرفيع اللي احنا كنا بنتكلم عليه. عمل لك التوصيلة بتاعتك، انت بتوصلها في العلبة، وبعد كده بتعمل ايه؟ بتركب اللي هو البنوس دي عاشق ومعشوق فين؟ في التلاجة. هنشتغل عليها لما نوقف، يعني نشرح الدايرة هنوقف ونشتغل عليها. تمام؟ في مشكلة؟ البلب بتاع الثرموستات لو المسامير بتركب للمسامير بتاعها، لو المسامير بقى يبقى يعني الوش بتاعها في مكان مسامير. يعني هو بمسامير هنا هتلاقي فيه مكان مسمارين تركبهم. تمام. ده بصمار، ده بصمار. قلنا في نوعين وفي نوعين. انت لما بتيجي تشتغل بتلاقي ممكن نفس الشركة عاملة مثلا موديل 12 قدم في فندال النزلات بصامولة وفندال النزلات بمسامير، انت بتطلع تشوف ايه اللي انت محتاجه وتجيبه. تمام. تمام؟ بلب الثرموستات في بعض الموديلات بيبقى داخل جوه الجسم. يعني في التلاجة اللي هنا مش داخل جوه الجسم، بس موديلات تانية لما هنيجي نتكلم في التلاجة اللي ما بينها هيوضح معاك أكتر، مش هخش فيها دلوقتي. في بعض الأطراف أو في بعض الثرموستاتات بيبقى في حاجة اسمها طرف الإرث أو طرف الأرضي. ده في مصر مش متفعل. المفروض عارف الفكرة، لما تجيب حاجة من بره بيبقى موبايل أو حاجة فيها اشتريتها، الطرف الثالث ده مش متفعل. اللي هو هنا عشان تاخد بالك لما تيجي عشان توصل مفيش حاجة في الجسم، ده طرف الإرث. بتوصل بالجسم، يعني أنت لو جيت حطيت طرف كهرباء هنا التلاجة بالكامل هتكهرب. ماشي؟ يبقى الأشكال بتاعته أهي.
انت بتحط في التوصيلات في الاطراف اللي هي ككونتاكت. وده سهل انك تختبرها. الثرموستات زمان لما كان الفريون رخيص كان كل شركه بتعمل ايه؟ كان كل شركه عشان تجيب لك الثرموستات، الثرموستات من الحاجات اللي انت اشتريتها خرجت بيها بره المحل، المحل ما يعرفكش. ملهاش ضمان. مجرد ان انت جبت الثرموستات، لما بتبقى جايب ثرموستات جديد مكان الترمله بيبقى مطلي، فمجرد انت ما تركب الترمله ومكان الثرموستات ده اتجرح خلاص ده كده تركب. البلب بتجيبه بيبقى ملفوف بطريقه معينه، مجرد ان انت فكيته عشان تركبه المحل مش هياخده منك. تمام؟ فانت كان عشان زمان المحلات تريح دماغها ماشي، فكان يعمل ايه؟ لما كان الفريون رخيص، كان كيلو الفريون ب 20 جنيه وحاجات كده يعني ايام الرخص، كان بيعمل ايه؟ يجيب لك بلب الثرموستات كده ويروح باخخ عليه فريون. الفريون ده هيعمل ايه؟ فاكرين لما اول يوم عملناه على الموتور عمل بروده شديده، فالفريون ده يروح مخلي الغاز اللي موجود بروده شديده ينكمش، فالثرموستات يروح ايه؟ يروح فاصل، فتاني تسمع صوت الفصل او بيقيس لك الطرفين بتوعه على افو او على لمبه سليم. فاقول لك كده انت مستلم مني الثرموستات اهو يا عم سليم. تمام؟ والكلام ده كلام غلط. ليه كلام غلط؟ انا عندي ثرموستات بيفصل عند سالب 10. فلو هو يعني باظ ركن علق، مش احنا اتفقنا اي كونتاكت لما وصل على طول لفصل على طول بيعلق، فجس المستاد بيركن فمش هيفصل. لما انت تيجي تديله سالب 30 ولا سالب 40 هتخليه يفصل غصب عنه. ما هي البروده الشقيقه تعمل ايه في الكونتاكت؟ هتخلي يعني اللي يحصل انت بروده شديده هيخلي انكماش يفصل غصب عنه. فحته ان انت تروح عامل عليه فريون كانت مش هقول غلط بس ما اعرف مش صح، يعني هي مش غلط بس هي مش صح. ممكن يكون الثرموستات في الثلاجه بايظ وبيركن وانت تعمله الفريون فيفصل. ده انت يعني مديله حاجه في سالب 30 ولا سالب 40 غصب عنه هيفصل ادام الكونتاكت سليم. تمام؟ فجت الشركات عملت ايه؟ في حاجه اسمها مسمار رجلاش. مسمار رجلاشه الثرموستات انا ما بشرحهاش في الكورس. ليه؟ كل ثرموستات بيبقى ليه مسمارين رجلاش. بس انا دلوقتي راكب مقال الشرح ماشي. مسمار الرجلاش ده مسمار مسؤول عن ان الثلاجه تفصل امتى، ومسمار مسؤول عن ان الثلاجه توصل امتى. طب انا ما بشرحهاش ليه؟ المسامير دي المفروض ان الشركه المصنعه بتبقى عامله كده على المسمار بويا، بيقول لك ان ده انت ما تجيش جنبه، ده مسامير معايره ليها هي. طيب انت كفني شغال حر، النهارده هطلع التلاجه كريازي، بكره ايديال، بعده ارستون، بعد سلتال، ايا كان كل يوم في موديل. فصعب ان انت تحفظ كل الموديلات بالرجلاشه بتاعتها. طب تعالى بقى نيجي على حاجه ثانيه، انا واحد فني شركه. فمعنى كلمه فني شركه يعني انا طول اليوم طول الاسبوع طول الشهر بتعامل مع اثنين ثلاثه ثرموستات. فساعتها اقول له لا، ده انت تجيب الثرموستات. ما انت عارف الثرموستات بايظه بقى كتير، تجيب وتبتدي تحاول تتعلم الرجلاشه بتاعتهم على التجربه. لان انت بتتعامل مع ثرموستات ايه؟ نوع واحد. فهتبتدي تقول انا الثرموستات ده لو جيت لفيت، على فكره ده لما بتيجي تلف المسمار بيبقى بالربع لفه. مش تخش وتفضل تلف، ده بالربع لفه، يعني بتعمل علامه وتقول ربع لفه يمين. فصل بسرعه. طب عملت رجعت له رجعت تاني وبعد كده عملت ربع لفه شمال على حسب الاتجاه بتاعك. مش بشرح رجلاشه. تمام؟ بس انا بقول لك عشان الكلام اللي انا بقوله للطلبه كواحد شغال حر ما ترجلش. ربنا كرمك وانت اشتغلت في توكيل بقت كل تعاملك او انت واحد بقت تحصر كل شغلك على نوع ثرموستات واحد. مفيش مانع ان انت تجيب الثرموستات وتفكه وتشوف المسمار ده هتبوظ ثرموستات، هتبوظ اثنين، هتبوظ ثلاثه، بس هتريح نفسك بعد كده. تمام؟ في حاجه اسمها الريشه، شايف الريشه دي؟ الريشه دي ريشه فصل التبريد. يعني ايه ريشه فصل التبريد؟ انا دلوقتي عايز اعرف الدايره بتاعتي مظبوطه ولا لا؟ عايز اعرف الثرموستات ده بيفصل، مش المفروض طبعا الصح اللي بتاعته على التبريد على الحمل. هو عمل لك ريشه، الريشه دي
هنعمل الكلام ده لما نيجي نقسم الدوائر ونعملها، فيروح عامل ايه؟ يقول لك ان انت لما تيجي وتروح دايس على دي كده، اكن الفريون حصل انكماش فيه، واكن الكونتاكت فصل. تمام. عن طريق ايه؟ الريش. عن طريق الريش. اللي هو في زرار اللي بيقفل باب الثلاجه. لا ماليش يا راجل، لا خلينا في حاجات في السوشيال ميديا ما تقول عليه ده خالص. اقول لك هنا اهو المسمار اهو، ايش جاب زرار باب الثلاجه؟ ده حاجه ثانيه لسه هنشرحها. ماشي؟ ده عشان انت تعرف لما تكون تعمل دايره وانت عارف ايه، طب كان السيرموتات فصل. تمام؟ وهيفيدنا لما نخش، يعني المعلومه دي اعتبرها ناقصه، لما نخش في الثلاجه البابين ونشرح السيرموتات بتاع الثلاجه البابين عن طريق الكونتاكت ده هتقدر تختبر اطرافه، يبقى في اطراف ثلاثه مش اثنين زي ده كونتاكت. بيبقى في في العلبه بيبقى فيه مفتاح اللمبه، اللمبه والمفتاح ده، المفتاح ده مسؤول عن اللمبه، وده ليه اشكال كتيره ممكن يبقى مدموج مع العلبه معايا، ممكن يبقى مفتاح جانبي لوحده، ممكن يبقى مفتاح شكل تاني. فهو الخلاصه مفتاح اللمبه لا اما مدموج مع علبه السيرموستات لا اما منفصل زي ما انت شايف اهو. هنا مدموج مع علبه السيرموستات وهنا منفصل. كان في السيرموستاتات بتاعه زمان كان بيبقى في حاجه اسمها زر الديفروست، كان في ثلاجات الباب الواحد والثلاجه البابين بتاع زمان ما اعتقدش انه بينزل. كان ان انت اقول لك العميل دلوقتي انت عايز تسيح الثلاجه، فكنت بتعمل ايه؟ بتجيب الثرموستات على الزيرو او تشيل الفيشه. جت الثلاجه سيحت وانت نسيت تشغل الثلاجه، الحاجه اللي فيها هتبوظ، صح؟ فهو هنا كان في بعض الثرموستات ما اعتقدش انها هتقابلها. كانت في حاجات قديمه، ما اعتقدش ما تقابلنيش خالص دلوقتي ان موجوده في الثلاجات. بس اعرفها من باب المعلومه. بيبقى في زرار، الزرار ده اهو لما بتدوس عليه هو بيفصل الثرموستات خالص وما يرجعش يشغل الثلاجه تاني غير لما درجه حراره البلب يحس بس حتى تتجول عليه، يعني بمعنى اصح ما يبقاش في بروده خالص. يعني بدل ما انت تشيل الفيش وتقول الصبح ابقى احطها وتصحى مستعجل تروح شغلك والحاجه اللي في الثلاجه تبوظ، لا انت تدوس على الزرار ده الثلاجه، مش احنا خدنا نظام الصرف اللي هو الدرج، انت لما تدوس على الزرار ده الثلاجه هتفصل ومش هيرجع يشتغل غير لما التلج كله يسيح. تمام. اللمبه والمفتاح التوصيله بتاعتها مفيش فيها حاجه، طرف كهرباء على المفتاح، من المفتاح على اللمبه، من اللمبه على طرف الكهرباء الثاني. فيها مشكله؟ وقف، اعمل ايقاف. تمام. ده ايقاف نهائي.